مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله ومساء الفل عليكم. منوريني دايما طبعا في بيتكم الأهلي وملعب الأهلي. ملعب الأهلي النهاردة فيه كلام كتير جدا، عندنا مباراة مهمة جدا 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 يوم الجمعة اللي جاي إن شاء الله. تنوروا برج العرب، أنا عارف إن هو بقى تعب عليكم، لكن يعني أنتم متعودين على التعب، بس في الآخر كلنا بنكون مبسوطين لما النادي الأهلي بيكسب ويفرحنا كلنا. مباراة مهمة جدا للأهلي وجيما الأسيوبي إن شاء الله في السادسة مساء يوم الجمعة في برج العرب. إن شاء الله زي ما احنا متعودين مع حضراتكم نبارك لكم بعد المباراة، وخلاص احنا خلاص كل المباريات بالنسبة لنا دلوقتي بقينا واثقين في فرقتنا، كل شوية بنزداد ثقة مع محمد يوسف وفرقته وجهازه الفني. الحمد لله يعني الأمور ماشية باستقرار، وإن شاء الله يكون في استقرار أكبر وأكبر في الفترة القليلة المقبلة إن شاء الله. النهاردة كان في مباراة دجلة والإنتاج الحربي، مباراة غريبة جدا أكيد حضرتك اتفرجتوا عليها، انتهت بفوز الإنتاج بهدفين مقابل هدف. الكابتن مختار تحس إن هو كان عامل كمين لتكيس، لكن في الآخر الكابتن مختار خد اللي هو عايزه المباراة، مع إن دجلة طبعا بتلعب الكرة بتاعتها اللي كلنا عارفينها واللي تكيس قلب بيها معايير الكرة في مصر وبقى مطمع لكل الأندية، لكن النهاردة الكابتن مختار عمل له فعلا كمين يعني كان بيلعبه من نص ملعب الإنتاج، وحاجة جديدة على كابتن مختار إن هو يلعب في نص ملعب بس يسيب النص الملعب الثاني. نتناقش طبعا في الكلام ده كله مع ضيوف الكرام نجوم مصر ونادي الاهلي اللي هيشرفوني بعد قليل. تعالوا بسرعه كده اقول لكم اخبار النادي الاهلي ونرجع نتكلم في تفاصيل حلقه اليوم. تفاصيل الاجتماع الفني لمباراه الاهلي وجيما الاسيوبي، النهارده عقد اجتماع تنسيق لمباراه الاهلي وجيما الاسيوبي في ذهاب دور ال 32 من بطوله دوري ابطال افريقيا، والمقرر اقامتها زي ما اتفقنا وقلنا مع حضراتكم السادسه مساء يوم الجمعه على استاد برج العرب. الاجتماع كان برئاسه العمري فاروق نائب رئيس النادي ورئيس لجنه المباريات، وحضور العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي وممثلين من ادارات الاعلام والمباريات والتسويق والمشتريات. وتم خلال الاجتماع استعراض الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمباراة وموعد فتح الحجز الإلكتروني. خلاص فتح الحجز الإلكتروني النهاردة مساء لتذاكر المباراة وإجراءات دخول وخروج الجماهير بما يضمن سلامتهم وخروج المباراة بالشكل اللائق وبما يتناسب مع النادي الأهلي. أجرى العمري فاروق نائب رئيس النادي اتصالا هاتفيا باللواء محمد شريف مدير أمن الإسكندرية من أجل تنسيق الإجراءات التنظيمية الخاصة بالمباراة، كما وجه نائب رئيس النادي الأهلي التحية لوزارة الداخلية وقيادات أمن الإسكندرية بعد المجهود الكبير المبذول لراحة الجماهير والحفاظ عليهم. ماشي. زي ما قلت لحضراتكم فتح باب الحجز الالكتروني لتذاكر مباراه الاهلي وجيما الاسيوبي. محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي قال انه تم فتح باب الحجز الالكتروني امام جماهير الاهلي لتذاكر مباراه وجيما الاهلي ومباراته مع جيما الاسيوبي في ذهاب دور 32 بدايه من الساعه 6 مساء اليوم. حضراتكم دايما بتسالوا امتى امتى امتى، يعني النهارده خلاص اتفتح باب الحجز من 6 مساء. المدير التنفيذي للنادي الاهلي قال انه سيتم تخصيص منفذ بيع لاعضاء الجمعيه العموميه يوم الخميس القادم بمقر النادي الاهلي، كما سيتم تخصيص منفذ بيع للجماهير الاهلاويه بالاسكندريه واي جماهير عايزه تتفرج على المباراه يوم الخميس ان شاء الله. والكاف بيعلن حكام مباراه الاهلي وجيما الاسيوبي. الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف أعلن عن طاقم التحكيم المقرر لإدارة هذه المباراة الأهلي وجيما الأسيوبي في ذهاب وإياب، كمان يعني أعلنوا الذهاب والإياب في دور 32. إن شاء الله في مباراة الذهاب هيقودها الحكم التونسي صادق السلمي وكلا من الليبي عطية أمصاد والتونسي أيمن إسماعيل. مباراة الإياب هيديرها طاقم تحكيم صومالي بقيادة حسن محمد حجي ويعاونه حمزة حجي ومحمد نور. دول حكام الذهاب والإياب لمباراة الأهلي وجيما الأسيوبي. كل التوفيق للنادي الأهلي في أولى خطواته الأفريقية، وإن شاء الله إن شاء الله تكون خطوات ثابتة، وإن شاء الله نتوج بقى يعني التالتة ثابتة إن شاء الله التالتة ثابتة. سيد عبد الحفيظ بيقول معلول مستمر مع النادي الأهلي والحديث عن رحيله مجرد اجتهادات. سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي قال ان بقاء علي معلول مع الفريق هيكون متواجد وان هو اهميته كبيره جدا بالنسبه للنادي الاهلي ولا يوجد اي نيه للتفريط في اللاعب كما اثير مؤخرا. عبد الحفيظ كمان قال انه لا صح على الاطلاق للتفريط في علي معلول، مؤكدا انه من القوام الاساسي للفريق ومن العرس المهمه التي يراهن عليها الجهاز الفني خلال الفتره المقبله.
بعد اكتمال جاهزيته من الناحيتين الفنية والطبية. أشار سيد عبد الحفيظ إلى أن علي معلول يمتد عقده مع النادي الأهلي لمدة موسمين، وأن كل ما أثير عن رحيله مجرد اجتهادات لا أساس لها من الصحة. احنا قلنا خلاص بقى الفترة اللي جاية دي هنسمع كلام وهنسمع حواديت، خلينا مركزين مع فرقتنا وخلينا ماشيين زي ما احنا ماشيين. سعد سمير جاله تمزق في العضلة الخلفية. سعد سمير الأشعة اللي طلعت والدكتور خالد محمود قال انه اثبت اصابته بتمزق في العضله الخلفيه يستوجب خضوع العلاج لمده لا تقل عن 4 اسابيع. قلت لحضراتكم ان الاصابه عندنا يعني الحمد لله على كل شيء، لكن الاصابه عندنا ما بتقولكش، ما يعني ما بتخبطش على بابك، بتيجي تمزق على طول، يعني ما بتجيش. يعني محمد صلاح جاب جون، ماشي، جون عالمي كمان، ما شاء الله ما شاء الله، يعني خبر جميل. هو محمد صلاح مباراة مهمة جدا، يعني مباراة يعني كان نفسي اتفرج عليها معاكم. ليفربول ونابولي طبعا 1-0، محمد صلاح النجم المصري العالمي، خبر جميل جدا. طيب كنا نتكلم عن اصابات سعد سمير واصابات الاهلاويه، قلنا الاصابات ما بتخبطش على الباب، لكن محمد صلاح خبط على باب نابولي ودخل الحمد لله بهدف بيقول ان هو رائع، اكيد هشوفه في الفاصل ان شاء الله. حسام عاشور كمان بينتظم في تدريب الاهلي، خلاص حسام عاشور ان شاء الله هيدخل فيه الفرقه بسرعه جدا جدا. حسام كان عنده جزع بالرباط الخارجي، الحمد لله يعني مفيش تمزق ولا حاجه، ابعدته عن المشاركه من التدريبات في خلال الفتره الاخيره. بقول لكم الاخبار عشان نستقبل بقى ضيوفنا الكرام. مؤمن زكريا كمان بيؤدي جلسه تاهيليه في الجيم. مؤمن اصيب في مباراه نجوم السادات، لكن الحمد لله بيقول ان هو حس بتقل في الخلفيه او شد خفيف، هنشوف الايام اللي جايه ربنا يستر يعني. وجونيور اجايي نجم الاهلي بيشارك في التدريبات الجماعيه، اشترك النهارده في التدريبات الجماعيه واشترك فيها بقوه كمان، ان شاء الله يرجع بسرعه. احمد فتحي والشناوي معلول واجايي وصلاح محسن، اسماء يعني تخض. احمد فتحي والشناوي بيوصلوا التاهيل في الجيم، خلاص ان شاء الله برضو قربوا يرجعوا، خصوصا كمان احمد فتحي. يعني بنتكلم مع حضراتكم على طول ان اللعيبه اللي في الاصابات اعمده رئيسيه، ان شاء الله يرجعوا. واكيد طبعا انتوا عارفين ان هم يكونوا فعلا في دعم كبير جدا للفريق من خلال هؤلاء اللاعبين المصابين. في تدريبات خفيفه للاعيبه الاهلي في مران اليوم، اللعيبه طبعا اللي ادت مران او اللي ادت مباراه طلائع الجيش، اكيد الكابتن محمد يوسف بيتعامل مع اللعيبه مش بنفس الحمل التدريبي، ومعاه كمان حسين على اعلى مستوى بصراحه، اكيد بيدي اللعيبه اللي عليها احمال مباريات حمل خفيف اخف بكتير من اللعيبه اللي ما بتشاركش في المباريات. استكمل اللاعبون الذين خاضوا مباراه طلائع الجيش المران الصباحي بمباراه الكره الطائره بالقدم، خاضها اللاعبون على فريقين، بتبقى تدريب يعني تدريب ترفيهي كده، بس بيكون في دقة كبيرة جدا وبيكون في شكل تنافسي، لكن في الأول وفي الآخر بيكون في إطار الاستشفاء. دي كانت أهم الأخبار بتاعتنا. زي ما قلت لكم يعني الحمد لله إن ليفربول متقدم، إحنا خلاص كنا دلوقتي بنشجع ليفربول مع اختلاف انتماءاتنا للفرق العالمية، لكن محمد صلاح طبعا في قلوبنا وأي مكان هيروحه، وكل لاعبتنا المحترفين بنبقى طبعا بنشجعهم، لكن محمد صلاح بصراحه اللي واخد قلوبنا شويه. محمد صلاح احرز هدف الافتتاح في مباراه ليفربول ونابولي، النجم المصري الكبير محمد صلاح. ايضا النجم الاهلاوي المعشوق للجماهير الاهلاويه صالح جمعه كان هنا قبل ما اتشرف بلقاء حضراتكم. صالح جمعه نادر قوي لما تلاقي لعيب الجماهير مرتبطه بيه وهو لسه بيقول بسم الله الرحمن الرحيم في النادي الاهلي، لسه صالح انتوا ما شفتوش صالح خالص. صالح جمعه لعيب مميز جدا، من اللعيبه اللي هي القلائل جدا ان هم يحبوا او تحب الكره تروح في رجليهم. صالح جمعه عنده حاجه ربنا مديها له ان هو محبب الناس فيه. صالح جمعه اتكلمت معاه لما كان مع عمر، دخلت له في الفاصل اتكلمت معاه قلت له لازم استغل النقطه دي. صالح بصراحه اول مره، صالح يعني يعتبر ابن، يعني انا كان معاه في امبي ومرنته وهو عبد الله اخوه، حاجه الاثنين تفرح بيهم قوي. عبد الله اكثر التزاما بكتير جدا من صالح، لكن صالح وعدني ووعد الناس كلها ان هو يرجع اكثر التزاما، وكان نبره صوته وكلامه طالع من جواه،
ان شاء الله ان شاء الله صالح ترجع، وان شاء الله تكون دي فعلا يعني قرصة ودن كبيره جدا ليك، وان شاء الله تكون عرفت كمان قيمه اللعب في النادي الاهلي وانت لعيب تفيد اي مكان، ويكون ليك شان كبير جدا جدا لو اهتميت حتى بنفسك 70% مش 100%. ان شاء الله يرجع، ومن خلال صالح النهارده ونبره صوته زي ما بقول لحضراتكم كلامه كان طالع من قلبه فعلا، لا انا حاسس ان هو صالح هيرجع ويرجع بقوه كمان، ويرجع يفرح الاهلاويه ويكون عنده حسن ظن الاهلاويه اللي هي بتعشقه، وده يعني ما بيتعملش مع لعيبه كتير يا صالح ولازم تعرف كده. الاهلي في المركز السادس والزمالك في المركز الاول، وكان تويته نزلها النهارده يا سمير مش كده امبارح القبطان نبيل حلفية زي ما عودنا كده بينزل قنابل ساعات على تويتر كده بينزل تويتات كده، قال لك حتى الاهلي وهو في المركز السادس والزمالك في المركز الاول عامل صداع برضو للناس. ستة يعني ستة واحد طبعا بتبقى خبر مفزع، لكن طبعا نبيل الحلفاوي او الاستاذ نبيل الحلفاوي دايما بينزل تويتات بتبقى قويه جدا وفي الجول دايما كده. اهلاوي من العيار الثقيل. ماشي، دي كانت اهم اخبارنا، وعايزين طبعا هنتكلم مع ضيوف الكرام على النجم اللي في عالم التدريب دلوقتي يعني بيحط رجليه بقوه، النجم الكبير عماد النحاس وخطواته الثابته مع المقاولون العرب. هنشوف هل هي مجرد صدفه ولا عماد النحاس من اول ما طلع للتدريب وهو باين قوي ان هو يبقى مدرب كويس، لكن الظروف ما كانتش مساعداه. عماد النحاس بدا مع اسوان والشرقيه والرجاء وطنطا، ودلوقتي في المقاولين، اسوان الشرقيه الرجاء طنطا. هناقش الموضوع ده والقضيه دي مع ضيوفي الكرام، لكن كمان عايز اخصص بس دقيقه واحده للنجم نجم الداخليه حسام باولو. حسام باولو ما شاء الله بقى هداف الدوري. حسام باولو يعني كان هداف الدوري نسختين، والسنه دي بينافس على هداف الدوري من اللعيبه الكبار سنا في الدوري، لكن لعيب ما شاء الله عليه، لازم اديله تحيه طبعا من خلال استوديو او ملعب الاهلي، واكيد برضه هنناقش حسام باولو وشخصيه حسام باولو وظاهرة حسام باولو مع نجوم الاستوديو التحليل اللي هيشرفوني بعد هذا الفاصل، كباتن الكبار كابتن كبير كابتن عادل طعيمه، والكابتن كبير كابتن ماهر همام، والكابتن كبير كابتن محمد حشيش. استنونا بعد الفاصل.